أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد مرة ثانية. أبدأ معك عن تصريحات عضو الفيدرالي اليوم أربعاء الأمس بأن هناك بيانات التضخم الحديثة المخيبة الأمل تؤكد على ضرورة الأحجام عن الخفض المستهدف للفائدة على المدى القصير، فهل برأيك تتوقع خفضا للفائدة في الاجتماع المقبل أم تثبيتا جديدا له بشكل عام؟ تفضل أستاذ أحمد. مساء الخير مصطفى، شكرا للاستضافه. نعم، كما قد تحدثت واشرت، تصريحات اعضاء الفدرالي الامريكي فتره البلاك اوت تظهر بعض الانقسام في نبره اعضاء الفدرالي الامريكي، بينما وولر احد الاعضاء اللي ذكر بانه امكانيه تخفيض اسعار الفائده قد يكون اسرع من الوقت الذي يحتاجه الاقتصاد. بكل تاكيد عندما يتسرع الفدرالي الامريكي او يتسرع البنوك المركزيه لتخفيض اسعار الفائده قبل وصول التضخم الى مستهدفاته، قد يجعل البنوك المركزية تتجه إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وبالتالي ألم أكبر للاقتصاد. بالتالي هذا ما يتفاداه الفيدرالي الأمريكي ويتفاداه البنوك المركزية. كما ذكرت، ويلر أحد الأعضاء، قبيل ذلك كان بوستيك، أشار بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة 3 مرات في هذا العام. جولدسبي أشار بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة في عام 2024. ما يمكن قراءته من تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن هناك انقسام في المجلس، هناك عدم يقين، حالة عدم يقين من البيانات الاقتصادية القادمة. أود أن أذكر هنا أن جيروم باول من تصريحاته من شهر 1 إلى شهر 3 كان اختلاف واضح، بينما كان يريد في شهر 1 الثقة في البيانات الاقتصادية، في اجتماع شهر 3 ذكر بأن إمكانية الطريق واردة لوصول التضخم نحو مستهدفات 2%. الانقلاب المفاجئ في نبرة جيروم باول لم تكن ابدا على البيانات الاقتصاديه، بالعكس البيانات الاقتصاديه التي اظهرت في الفتره الاخيره اظهرت ارتفاع ولو حتى بسيط بالنسبه لارقام التضخم من 3.1% الى 3.2%، فبالتالي لا يوجد اي مسوغات بالنسبه للبيانات الاقتصاديه لان يتجه الفدرالي الامريكي لتغيير هذه النبره، الا على ما اعتقد هي الانتخابات الرئاسه الامريكيه في شهر 11 قد يكون هدف سياسي اكثر من هدف اقتصادي. البيانات الاقتصاديه المتواجده حاليا لا تدعم ابدا تخفيض اسعار الفائده، لذلك على ما اعتقد الاجتماع القادم قد يكون هناك تخفيض اسعار الفائده، قد يكون هناك بعض النبره دوفيش تون كما اعتدنا من جيروم باول في الاجتماع الاخير، قد يكون هناك نبره حمائميه على امال امكانيه انخفاض مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي. مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي هو المؤشر المفضل للفدرالي الامريكي لتتبع حاله التضخم. قد سجل بعض التباطؤات في الفترة الأخيرة وصولا إلى مستويات 2.8%، بالتالي أعطى الفدرالي الأمريكي بعض الإشارات إلى أن الضغوط التضخمية تنخفض وتيرتها، لكن هناك عديد من الأرقام الاقتصادية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لمعرفة هل هناك إمكانية لوجود موجة تضخم قادمة أم لا. عندما ننظر إلى البيانات الاقتصادية سواء من النمو الاقتصادي سواء من أسواق العمل جميعها لحتى الآن تتمتع بالمرونة، الأرقام لحتى الآن جيدة وتعتبر ممتازة بالنسبة للأرقام الاقتصادية في جل التجديد السياسة النقدية الماضي، ارتفاع إلى 5.5%، بالتالي أرقام أسعار الفوائد المرتفعة يجب كانت أن تضغط على النمو الاقتصادي، يجب كانت أن تضغط على أسواق العمل، لكن لحتى الآن أسواق العمل جيدة في الاقتصاد الأمريكي، النمو الاقتصادي يعتبر لحتى الآن ممتاز بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، بالتالي هي إشارات قد تكون بعض الشيء إلى أن إمكانية ارتفاع التضخم لا تزال واردة بالنسبة للفدرالي الأمريكي، هي على طول الفدرالي الأمريكي، بالتالي لا أعتقد أن الفدرالي الأمريكي قد يتجه لتخفيض أسعار الفائدة قبل أن نرى رقمين أو 3 أرقام بالنسبة للتضخم تعطي إمكانية الوصول إلى المستهدف، بالتالي الفدرالي الأمريكي قد يتحرك حينها، لكن في الاجتماع القادم لا أعتقد ذلك. طيب أستاذ أحمد، لو نتكلم عن الأزمة بشكل عام، الربع الأول من العام يقترب في الختام، كيف ترى برأيك تقييم واقع التضخم وأيضا وجود البنوك المركزية؟ هل بالإمكان القول إنها نجحت ولو بجزء محدود من هذه الأزمة؟ تفضل أستاذ أحمد. سؤال مهم مصطفى، يعني ممكن نعتبره أنه هو انتصار جزئي بالنسبة للبنوك المركزية على أرقام التضخم. لحتى الآن أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى لم يصل إلى مستهدف البنوك المركزية، سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية 3.2%، في بريطانيا 3.4%، في الاتحاد الأوروبي 2.9%، فبالتالي لا تزال هناك حيز من الوقت لإمكانية وصول أرقام التضخم إلى المستهدفات.
لكن الانخفاض الحاصل او الاصح تعبير الاقتصاديين التواطؤ الحاصل في التضخم منذ الذروه الى الوقت الحالي يعتبر انتصار، على الاقل انتصار جزئي بالنسبه لارقام التضخم او للبنوك المركزيه على ارقام التضخم، لكن تحتاج البنوك المركزيه المسير بشكل اكبر في تجديد السياسه النقديه او السياسه النقديه التشدديه، خاصه مع مخاوف ارقام النمو الاقتصادي التي تسجل بعض التباطؤ. في بريطانيا ارقام التباطؤ الاقتصادي واضحه حتى الان، كذلك في الاتحاد الاوروبي، مما يعطي اشارات بان امكانيه السياسه النقديه التشدديه قد اعطت طابع سلبي على النمو الاقتصادي في الاقتصادات الاخرى، وهذا جل ما يخشاه البنوك المركزيه، ان تصل ارقام النمو الاقتصادي الى ارقام سلبيه في الفتره القادمه، وقد تجبر البنوك المركزيه للتوجه لتغيير السياسه النقديه خوفا ومحاولة للسيطرة على أرقام النمو الاقتصادي وليس انتصارا على أرقام النمو التضخم في الفترة القادمة. لذلك لحتى الآن الأوضاع في الوقت الحالي هو يعتبر تقدم جيد بالنسبة للبنوك المركزية على أرقام التضخم، لكن المهمة لم تنتهي بعد، الانتصار لم يتم بشكل كامل على التضخم. طيب أستاذ أحمد، لو ننتقل إلى آسيا وتحديدا وزارة المالية اليابانية، ذكرت بنك اليابان وكالة الخدمات عن أن سيعقدون اجتماعا طارئا في اليوم بعد هبوط الين الأدنى مستوياته منذ عام 1990. برأيك ماذا وصل الين لهذا الحد؟ تفضل. على ما اعتقد مصطفى، يعني تفسير حاله انحدار اسعار الين او انخفاضات اسعار الين للفتره القادمه قد تكون كبيره جدا، لكن خلينا ننظر الى الوضع الاخير بالنسبه للين وتوجهات انخفاضاته او سبب توجهات انخفاضاته. على ما اعتقد التباين في السياسات النقديه بين المركزي الياباني والاقتصادات الكبرى كان سبب اساسي لتراجعات اسعار الين. أسعار الين حاليا ما يقارب 152 للدولار الواحد، وصول إلى أقل أسعاره منذ 34 عام. عندما ننظر إلى السياسة النقدية، كانت السياسة النقدية متساهلة جدا لمدة 7 أعوام فائدة سلبية. في المقابل البنوك المركزية كانت تتجه لتغير السياسة النقدية في وضع في حالة الوضع الاقتصادي تغير مع السياسة النقدية بناء على الأوضاع الاقتصادية، لكن كانت اليابان تستمر في السياسة النقدية التسهيلية، سياسة فائدة سلبية. الأسبوع الماضي طبعا تغيرت السياسة النقدية واتجهت، لكن قد يعتبر بعض الشيء الأخير. ما دفع الأسواق أو ما دفع الين للانخفاضات؟ عندما يكون هناك تباين في السياسات النقدية هناك تظهر أسلوب تداول اسمه كاري تريد. كاري تريد يتجه المستثمرون لشراء العملات أو الاقتراض بالعملة الفائدة القليلة وشراء عملات بفائدة أعلى، مما قد جعل المستثمرون يقترضون بالين ويشترون بالدولار الامريكي، مما اعطى امكانيه تراجعات اسعار الين، هذا ما ضغط اسعار الين، لكن بالاجتماع القادم هي قد تكون مستويات ال 152 مستويات قد تكون مفصليه بعض الشيء للبنك المركزي الياباني. عندما ننظر لها في عام 2022 تم التدخل لمحاوله حمايه العمله وتمت الانخفاضات، انا ما اعتقد مستويات ال 147 مستويات ال 139. محاولة دعم العملة هو أساس بالنسبة للين الياباني. ما ظهر من كوندا في الفترة الماضية وتصريحاته بأن محاولة إيقاف تقلبات السعر، محاولة إيقاف المضاربات وليس محاولة الدعم السعري فقط. على ما أعتقد إمكانية التدخل على مستويات 152 قد تكون واردة، تدخل حكومي بالنسبة لليابان قد تكون واردة، بالرغم من أن حتى الآن التدخل الشفهي لم يتم، لكن على ما أعتقد مستويات 152 هي مستويات جاذبة جدا لإمكانيات ارتدادات أسعار الين. أستاذ أحمد، بعد التعرف على أخبار آسيا ننتقل إلى أوروبا. أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود عام أو طفيف العام الماضي. كيف ترى مستقبل المملكة المتحدة وماذا عن الجنيه الاسترليني بشكل عام؟ تفضل أستاذ أحمد. نعم مستقبل، يمكن دخلنا مرحلة الركود التقني بالنسبة لبريطانيا في الفترة الماضية، قراءتين متتاليات لربعين متتاليات بشكل سلبي، ولكن أود أن أذكر هنا الركود التقني لا يعني الركود بشكل رسمي. كنا قد مرينا بهذه الحالة قبل أسابيع مع اليابان، قراءتين سلبيات، ثم في القراءة التالية تم تعديل القراءة مما أخرج
اليابان من دخول مرحله الركود التقني، مما يعني ان امكانيه خروج بريطانيا من الركود التقني لا تزال وارده لقراءه الناتج المحلي الاجمالي القادمه، لكن مع الاوضاع الحاليه على ما اعتقد حتى لو تم تغيير الفتره القادمه فالنمو الاقتصادي بالنسبه لبريطانيا قد يكون متراجع بعد بعض الشيء. عندما ننظر الى المعطيات الاقتصاديه الدافعه للنمو الاقتصادي، احدها مبيعات التجزئه، مبيعات التجزئه في بريطانيا تشكل تراجعات سلبيه في الفتره الماضيه بشكل مستمر، مما يعطيني اشارات بان امكانيه الانفاق الاستهلاكي قد تكون متدنيه بالنسبه للاقتصاد البريطاني، مما تعطي اشارات بان امكانيه النمو الاقتصادي قد يندفع لتشكيل قراءات سلبيه متتاليه. عندما ننظر الى المعطيات بشكل عام، الاوضاع الحاليه لاحظنا بعد القراءة الأخيرة تغيير بعض الشيء نظرة أندرو بايلي رئيس أو حاكم بنك إنجلترا، مما أعطى إشارات بنبرة حنانية بعض الشيء، نبرة فيها تقبل لإمكانية تخفيض أسعار الفائدة. على ما أعتقد هنا قد يكون سببين لتغيير تلك النبرة، أولهما هي تباطؤ التضخم من 4% إلى 3.4%. يمكن القراءة 3.4% هي أعلى من مستهدف بنك إنجلترا، لكن قراءة مع المعطيات الأخيرة تعطي تقدم واضح بالنسبة لبنك إنجلترا على أرقام التضخم، انخفاضات متتالية، تباطؤ مستمر بالنسبة للتضخم يعطي إشارات جيدة. الإشارة الأخرى هي النمو الاقتصادي، تكون مرحلة الركود التقني قد تكون دافع أساسي لمحاولة تغيير السياسة النقدية التشددية إلى سياسة أقل تشددا أو تسهيلية بشكل أقل. عندما ننظر إلى المعطيات بشكل كامل مصطفى هنا، على ما اعتقد ان البنك انجلترا قد يتجه لتخفيض اسعار الفائده يمكن بالصيف في شهر 7 شهر 8 في الاجتماع في اجتماعات بعد منتصف العام. الجنيه الاسترليني قد يواجه بعض الانخفاضات في الفتره القادمه، على ما اعتقد الدولار لا يزال يعطي بعض الاداء الجيد في الفتره القادمه، الانخفاضات الى مستويات دولار 23 سنت دولار 22 سنت اعتقد انها وارده اذا ما استمر الجنيه الاسترليني بتداول ادنى مستويات الدولار 22 سنت. في سياق متصل أستاذ أحمد، ماذا عن الصين؟ هل سينجح الرئيس شي في السيطرة كذلك على أزمة الصين بشكل عام من حيث الاقتصاد؟ تفضل أستاذ أحمد. يمكن الأزمات في الصين في الفترة الماضية متتالية بشكل كبير، يعني نعم. عدد كبير من الأزمات سواء كانت أزمة قطاع العقارات من تسقية إيفرغراند، المخاوف من كانتري جاردن، حتى البعض اعطى اتهامات كبيره بالنسبه لإيفرغراند بان بونزي سكيم انها عمليه احتيال كانت كبيره بالنسبه للاقتصاد الصيني. الازمه الديموغرافيه بالنسبه للصين متواجده، ارتفاعات البطاله من قطاع الشباب، عندما ننظر عدم استقرار اسواق الاوراق الماليه، انخفاضات التضخم لفتره ما يقارب 6 اشهر، القراءه الاخيره كانت هي قراءه ايجابيه بعض الشيء، انخفاض الصادرات، هناك مشاكل كثيرة لحتى الآن في الاقتصاد الصيني. يعني على ما أعتقد أنه بالاجتماع الأخير أعطت إشارات بأن شي جي بينغ قد أعطى إشارات بأن النمو الاقتصادي قد يكون على مستويات 5%. مستويات 5% تعتبر حتى الآن هي جيدة مقارنة بالقراءة السابقة، قراءة ممتازة على ما أعتقد مع جل أو مع كل الأزمات المتواجدة حاليا بالقطاع الاقتصادي بالنسبة للصين. الهروب من الأزمة على ما أعتقد قد تحتاج المزيد من السياسة التسهيلية على مصطفى. طيب لاحظنا في الفترة الماضية نعم تحفيز بشكل كبير بالنسبة للسياسة النقدية، أموال بشكل أكبر تم ضخها في الاقتصاد خاصة في القطاع العقاري اللي بشكل ما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الصيني. هناك أمر يجب على ما أعتقد استخدامه في الفترة القادمة بالاقتصاد الصيني هو تخفيض أسعار الفوائد. الاعتماد تخفيض أسعار الفوائد قد يذكرني على ما أعتقد بأعوام التسعينات بالنسبة لليابان، عندما كانت تواجه قطاع العقارات مشكلة ما أعطاه بعض الخروج من تلك المشكلة، وحتى أن أسواق الأسهم تم السيطرة عليها في ذلك الوقت هي جراء تخفيض أسعار الفوائد. لذلك على ما اعتقد تبني السياسه التسهيليه في الفتره القادمه بالصين قد يكون وارد هو محاوله الخروج من عنق الزجاج على ما اعتقد بالنسبه للاقتصاد الصيني. نعم، اسواق الطاقه برايك يا استاذ احمد، هل بدات مع عقوبات الغربيه على النفط الروسي تؤتي اكلها بشكل عام؟ تفضل استاذ احمد. يمكن العقوبات على النفط الروسي مستمرة في الفترة الماضية، يمكن كان الهروب بالنسبة للنفط الروسي أو بالنسبة للاقتصاد الروسي للنفط هو كان إيجاد بدائل. البدائل كانت في الهند،
والصين الدول الصديقه بالنسبه لروسيا. عندما ننظر الى العقوبات، نعم العقوبات بكل تاكيد في فتره من الفترات قد تكون هي ضاغط اساسي على الاقتصاد الروسي. عندما ننظر حتى الى تصريحات نوفاك بالفتره الاخيره رئيس الطاقه الروسي، قد ذكر بان امكانيه تخفيض الانتاج الروسي تكون وارده، وليس فقط تخفيض الانتاج بل تخفيض الصادرات الروسيه. هي بكل تاكيد تخفيضات طوعيه بعض الشيء بالنسبه لروسيا مع اتفاقات اوبيك بلس، ومن جهه اخرى محاوله التخارج من الضغط الامريكي ومن الضغوط على العقوبات الاقتصاديه الروسيه. بكل تاكيد ليس فقط الضغوطات على روسيا هي دافع اساسي كانت لارتفاعات اسعار النفط، على ما اعتقد الاسواق باتت تستشف بان امكانيه التخفيض الطوعي الحاصل بالنسبة لأوبيك بلس قد يستمر لفترة زمنية طويلة، وهو ما كان لا يعتقده الأسواق في الفترة الماضية. كانت تعتقد الأسواق بأن ذلك التخفيض الطوعي قد سوف ينتهي مع ارتفاعات أسعار النفط بشكل تدريجي، لكن إشارات أوبيك بلس بأن إمكانية تخفيض الإنتاج إلى وصول إمكانية تكافؤ بين العرض والطلب، مما يعني بأن إمكانية الاستمرار للتخفيض الطوعي لفترة زمنية أطول على ما اعتقد هي دافع اساسي لارتفاعات النفط في الفتره القادمه. قد لا اتفاجا بامكانيه وصول خام غاز تكساس مع نهايه العام الى مستويات ال 95 جراء المعطيات المتواجده حاليا من التوترات الجيوسياسيه القائمه، سواء كانت من ازمه العرض والطلب، ارتفاعات بشكل كبير، العقوبات الروسيه. على ما اعتقد كلها معطيات لحتى الان تعطي امكانيه ارتفاعات لاسعار النفط في الفتره القادمه. نعم أستاذ أحمد، ختاما، العالم اليوم يعيشون ثورة تكنولوجية سريعة وكذلك تحويلا اقتصاديا للعملات وأصولها الرقمية، إلى أين يتجه الاقتصادي بشكل عام وبرأيك الشخصي أستاذ أحمد؟ تفضل. يمكن مصطفى الأفق بقت مفتوحة في الفترة الماضية مع دخول أسواق العملات الرقمية، نعم. يعني أسواق العملات الرقمية أعطت أفكار جديدة بالنسبة للتبني الاقتصادي في الفترة القادمة. كثير حتى رؤساء البنوك المركزيه قد تم سؤال جيروم باول اخر رئيس بنك مركزي قد تم سؤاله في الفتره الماضيه على اصول العملات الرقميه التي قد يتبناها الفيدرالي الامريكي. بكل تاكيد هي اصول العملات الرقميه ليست الكريبتو، بكل تاكيد هي الديجيتال كرنسيز. الديجيتال كرنسيز هي ايجاد عملات رقميه داعمه بالنسبه للدولار الامريكي. لكن نستشف هنا فقط بانه التطور الاقتصادي او التطور اللي ادخل البلوك تشين قد اعطى دافع بالنسبه للاقتصادات الاخرى لتبني تلك المراحل. بما يخص العملات الرقميه، في كل فتره وفتره عم نسمع فيلد جديد، عم نسمع مجالات جديده بالنسبه للعملات الرقميه. يمكن بالفتره الماضيه كان في عن الان اف تيز، نون فانجبل توكنز، ايجادات الملكيه بالنسبه للأدوات، بالنسبة للأدوات إيجاد ملكية لها، سواء كانت من صور، سواء كانت من موسيقى. في الفترة القادمة قد تكون الأصول الحقيقية مع أو تحت مظلة العملات الرقمية. الأصول الحقيقية هم ما أقصده الذهب، الفضة، النفط. قد يكون هناك قطاع جديد في الفترة القادمة في نهاية عام 2024 يدعم تلك الاتجاهات، مما قد يعطي تبني أكبر بالنسبة للعملات الرقمية، تبني أكبر بالنسبة للاستثمار في العملات الرقمية باتجاه بشكل كبير ممن يخافون من التقلبات السعرية إلى تقلبات سعرية أقل في تلك الأصول الحقيقية. فبالتالي أنا أعتقد المجال قد يكون أوسع. وأود أن أذكر هنا وأن أختم مصطفى بالذكاء الاصطناعي. بالتأكيد الذكاء الاصطناعي قد أخذ في الفترة الماضية ليس فقط في القطاع الاقتصادي، حتى تحته أيضا في العملات الرقمية. وضوح كان أيضا انتشار بشكل كبير للعملات الرقمية المتبنية للذكاء الاصطناعي. فبالتالي القطاعات الجديدة دائما ما تعطي الاقتصادات الثورة بشكل أكبر. أستاذ أحمد عزام، محلل أسواق مالية من عمان، شكرا لهذه المعلومات القيمة. شكرا أستاذ أحمد.